بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الرابع من الكتاب التاسع عشر، كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية. يعني إذا خير امرأته وقال إن أحببت أن تعيشي معي على هذه الإمكانيات وأسلوب المعيشة فاستمري، وإلا فلك الخيار. فهذا التخيير لا يعد طلاق ولا لا يعد طلاق؟ الجمهور قالوا لا يعد طلاقا، إذا اختارت البقاء معه لا تحسب طلقة، لا تكون قد طلقت ثم اختارت الرجوع. ولكن لو قال لها ذلك ناويا الطلاق فاختارت العودة حسب الطلاق، يبقى الأمر يعود إلى نيته. أما لو كان مجرد تخيير بلا نية طلاق فلا يعد طلاقا. هذا هو الراجح، وإن كان في مذهب غير مشهور ومروي عن بعض الصحابة ونسب لليث بن سعد أنه قال يعد طلاقا حتى ولو لم يكن فيه نية الطلاق، وتبقى حسب الطلقة. لكن الجمهور على خلاف ذلك، أنه لا يعد طلقة إلا بالنية، إن نوى طلاقا واختارت البقاء حسب الطلق، وإن لم ينوي طلاقا واختارت البقاء يبقى لا يحسب طلق. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث الرابع والخمسين بعد السبعمائة والثلاثة آلاف، قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب حا قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي واللفظ له، قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتخيير أزواجه، النبي أمر بذلك في قول الله تعالى في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، يعني عايزين التوسعة في الحياة الدنيا، والنبي كان لا يحب التوسعة ولا يعني وكان معرض عن زينة الدنيا واختار ذلك، فخير زوجاته إن كنتن تردن التوسعة وزينة الدنيا فتعالين أمتعكن أي أطلقكن وأعطيكم من متاعكم، وتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، اللي هي نفقة المتعة مع الطلاق. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما نزلت هذه الآية النبي خير زوجته وبدأ بسيدتنا عائشة، بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، وهذا شفقة لا عليها لأنها صغيرة السن قليلة الخبرة، مخافة أن تختار فتتعجل في الاختيار وتندم. فالنبي راعى صغر سنها وقلة خبرتها، فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا
وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت: فقلت: في أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما فعلت. وعن أبي قال: حدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. يعني بالرغم أن ربنا رفع عنه الحرج في القسم، إلا أن النبي كان يأخذ على نفسه القسم مراعاة لزوجاته حسن عشرة، بالرغم أن الله رفع عنه وجوب القسم. قال: لو ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وبالرغم من ذلك النبي كلف نفسه ولم يكلفه الله، مراعاة لحسن العشرة مع زوجاته، وحتى لا يغرن من بعضهن البعض، فكان يستأذنهم بالرغم أنه رفع عنه الإذن. فقالت لها معاذة: فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما يستأذنك يقول لك: معلش عن إذنك أنا النهاردة رايح لفلانة اليوم بتاعه، فكنت تجاوبي تقولي له إيه؟ فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. لو كان الأمر بإيدي ما سبكش، يعني لو كان الأمر، لكن الأمر ليس بيدي، يعني مش تقول رب الحمد لله اذهب يلا، كأنها يعني تكره عشرته. لا، النبي كان حسن العشرة، وكان الكل يتمنى أنه هو يعني يعيش معه. وسيدنا عبد الله بن عباس معروف في القصة لما كان جالسا على يمين النبي وسيدنا أبي بكر على يساره، وكان جاءه قدح لبن فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قالوا لسيدنا عبد الله بن عباس لأنه صغير في السن، قالوا: تؤثر به أبي بكر، لأنه ده في جيل أبيك، والنبي كان من عادته يدي اللي على يمينه. فقام سيدنا عبد الله بن عباس قال: لا أؤثر عليك أحد أبدا، لا أؤثر على سؤرك أحد أبدا، لكمال علمه. وعشان كده حب أنه هو يشرب من مكان ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم. فده كان مشهور مع الصحابة، وهما حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم محبة شديدة. إذا كنا احنا لم نرى النبي بنحبه محبة شديدة، فما بالك لو رأيناه، كنا ذبنا ذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب. وعن أبي قال: وحدثناه الحسن بن عيسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا عاصم بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبثر عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال: قالت عائشة: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. يبقى احنا التخيير ده ما تحسبش طلاق، لم نعده طلاقا، وده مذهب الجمهور. وعن أبي قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني. ده دليل إيه؟ أنه لا يعده طلاقا. طب لو اختارت ألا تعيش معه خلاص صار طلاقا، لأنه كأنه أعطاها العصمة في يدها، لما بيخيرها كأنه أعطاها العصمة في يدها. إن أردت أن تطلقي فاختاري، وإلا فامكثي كما أنت زوجة، فكأنه أعطاها العصمة، فإذا اختارت وقع طلاق. واضح؟ لكن إن لم تختار لا يحسب طلاق خلاص. ولقد سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ هو يعني ده إيه؟ استفهام استنكاري. أتظن أن مجرد التخيير
يبقى طلاق يعني استفهام استنكار تستنكر عليها. بس دي يعني واحده الناس منفصل يبقى طلاق خلاص راجعي طلقه رجعيه. ما يتوقفش ان هو بقى يتلفظ بالطلاق تاني؟ لا خلاص ما هو اداها العصمه خلاص يبقى في الحاله دي طلقه رجعيه. فان عادت اليه وردها في العده تبقى زوجه وتبقى العصمه تعود ليده. مش تفضل العصمه يعني العصمه تاخدها مره واحده استعملتها مره خلاص. اللي المصريين يقول لك العصمه في ايدها. العصمه في ايدها لما تخيرها. او انك انت تعلق الطلاق على امر هي قادره على فعله فصارت العصمه في ايدها. تفعل هذا الامر طلاق المعلق على شرط مثلا. يقول لو فعلت كذا انت طالق. فهي طول ما هي مش عايزه تتطلق مش هتعمل. تحب تتطلق بقت الامر في ايدها. صارت العصمه في ايدها. فهمت بقى؟ فما فيش داعي للرجاله يجهلوا يعني. وعن ابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا. وعن أبي قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم الأحول عن عاصم الأحول وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعددها علينا شيئا. وعن أبي قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة بمثله. وعن أبي قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا. قال فقال لا أقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر يعني دخل كان في ايه اشكال بين النبي وبين زوجاته. هم بيطلبوا له بيطلبوا منه النفقه يوسع عليهم في النفقه والنبي صلى الله عليه وسلم سكت واجب قبل نزول ايه التخيير. فدخل سيدنا ابو بكر لقى النبي صلى الله عليه وسلم حوله زوجاته وهو ايه ساكت يعني يبدو ان في مشكله. فجلس سيدنا ابو بكر وسكت. جاء سيدنا عمر استاذن ودخل فوجد نفس المنظر فقال والله انا اقول حاجه اضحك النبي عشان اخرج الموضوع من ايه من الازمه اللي هم فيه. فده دليل ايه ان الانسان اذا دخل على صديقه مثلا ووجده في امر يعني مهموم انه يفرج عنه بكلام يكون لطيف يعني. فقال لا اقولن شيئا اضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة اللي هي زوجته يعني زوجة سيدنا عمر لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لو كانت زوج سيدنا عمر بيقول للرسول الله هو فهم إن هم بيطلبوا من النبي النفقة. سيدنا عمر لماح فهم الإشكال فقام قال أنا لو زوجتي يا رسول الله طلبت مني النفقة كنت هضربها في عنقها. فقام النبي ضحك يعني كانه بيقول له يعني طب انا اقوم اضرب التسعه دول يعني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسالنني النفقه. فقام ابو بكر الى عائشه يجا عنقه بالنيابه عن رسول الله يعني لا بنته بيأدبه.
يجأ عنقها يعني يضربها في عنقها كده يعني يطعنها كده. ازاي تطلق منه النفقة؟ ادي معنى يجأ. فقام ابو بكر الى عائشة يجأ عنقها، فقام عمر الى حفصة يجأ عنقها بنته، كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. احنا عارفين ان سنة النبي الا تطلب المفقود وترضى بالموجود، فازاي تطلبوا من النبي حاجة هي مش عنده؟ فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، واعتزلهم بعد كده شهر كامل، وكان الشهر ده 29 يوم، وساب البيت بقى خالص وجلس هناك غرب ايه، عارف المسجد النبوي عند باب 17 كده، في الحتة دي اللي كان النبي جلس اعتزل زوجاته وجلس فيها اللي هي المشروبة بتاعته. لا لا ده هم متساوية كده، لكن لما تيجي معايا هناك ابقى اوريها لك. بقت كله رخام، المفروض كانوا يبينوا الاماكن دي علشان تبقى يعني، لكن للاسف ضيعوا المعالم. فالنبي ترك الحجرات بتاعته وجلس هناك في مشروبة، حجرة يطلع لها بسلمتين كده مرتفعة، وقعد فيها لوحده هناك شهر لحد ما نزلت آية التخيير اللي هي سورة المائدة. فراح ايه انقضى الشهر ونزلت آية التخيير خيرهم فاختاروه فرجع اليه، وبدا بعائشة. وعشان كده ستنا عائشة كانت بتعتز قوي ان هو ايه بدا بها دون الزوجات بعد الشهر يعني. ثم اعتزلهن شهرا او 29، ثم نزلت علي هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية قالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال عايزة تختبرهم يعني الضرائب يعني. قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا صلى الله عليه وسلم. باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن. والإيلاء هو القسم ألا يعاشر زوجته، ده يسمى الإيلاء. إن أقسم ألا يعاشر زوجته أكثر من 4 أشهر، بعض العلماء قال لك علشان يبقى إيلاء لازم يكون أقسم أكثر من 4 أشهر، لكن لو أقسم شهرا أو يومين أو أسبوع لا يسمى إيلاء. وبعض العلماء قال لك هو مجرد أن يقسم ألا يعاشرها اسمه إيلاء، وعليه إذا امتنع 4 أشهر فاستمر على حاله يقوم إيه يطلقها، إما أن يعود ويفيق أو أنه يطلقها القاضي للضرر، يطلقها القاضي للضرر فلا يتركها كالمعلق، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. يبقى أقصى مدة في الإله 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، مش الآية بتقول كده؟ يؤلون يعني يقسمون ألا يقربوا الزوجة، ادي معنى يقولون من نسائهم. ففي الحاله دي اقصى مده يمكث فيها ممتنعا عن زوجتي 4 أشهر، يا اما تعود المياه لمجاريها بعدها او انه يطلقها. فان فاءوا فان الله غفور رحيم، وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. وهل يطلقها القاضي رغما عنه او ان القاضي يجبره على طلاقها؟ مذهبان. الشافعي ذهب إلى أن القاضي له أن يطلق عنها، يعني مش يقول له طلقها، لا ده هو اللي يطلقها القاضي للضرر حتى ولو رفض هو طلاقها. والإمام أبو حنيفة أظن رأيه أن هي بمجرد
مرور الثلاثة أشهر الأربعة أشهر وقع الطلاق مباشرة لو لم يجامعها. بعد الأربعة أشهر وقع الطلاق حتى ولو لم ترفع قضية، يقع بمجرد مرور المدة. يبقى المسألة فيها مذاهب، هل يكون الطلاق بإجبار القاضي أو بمجرد مرور المدة كويس، أو بأن القاضي يطلق بالنيابة عنه. مذاهب مختلفة، وكل ده جاي في الآية: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، وقوله تعالى: وإن تظاهرا عليه. وهذا الباب طويل، هنحاول نقرأ منه على قدر إيه من خلصه النهاردة. وعن أبي قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. يعني دخل سيدنا عمر المسجد وجد الناس كلهم واجمون وزعلانين وقاعدين يلعبوا في الحصى من الهم. يعني أي شيء يهم النبي في حياته الخاصة يهم الأمة كلها. فهمت بقى ازاي؟ مش يقول لك دي امر خاص احنا مالنا. لا، النبي مش احنا مالنا يا ابني، النبي اهم عندك من نفسك. فدي يدلك على ان الصحابه كانوا يعني اي شيء يهم النبي يهمهم. فلما دخل عليهم سيدنا عمر وجد هذا المنظر. دخلت المسجد فاذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل ان يؤمرون بالحجاب. فقال عمر: فقلت: لاعلمن ذلك اليوم. قال: فدخلت على عائشه رضي الله عنها فقلت: يا بنت ابي بكر، اقد بلغ من شانك ان تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: مالي ومالك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك، انت مالك بيا، روح لبنتك. دي عائشه يعني قويه. مالي ومالك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك، يعني اهلك، ودعني انت. اهلك اللي هي حفصه بنته. قال: فدخلت على حفصه بنت عمر. سيدنا عمر على طول فهم، وقف عند الحق. قال: طب انا فعلا انا مالي بعائشه، اروح لبنتي. فهم على طول يعني، وقف مع الحق على طول. قال: فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها: يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء. فقلت لها: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هو في خزانته في المشربة هناك، يعني ساب البيوت بتاعته هناك غرب المسجد. يعني عارف انت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والقبة الخضراء، لما تبقى واقف مدي وشك كده للقبة الخضراء هتلاقيه على يسارك المشربة كده، واخد بالك؟ يعني ساب بقى الحجرات بتاعته. قالوا: ده هناك قاعد هناك في المشربة. كان عنده كده حجرة كان يعني يحب يعتزل فيها النبي، لما يحب يعتزل عن النساء يمكس لوحده كان يقعد فيها، وتطلع لها بدرجتين كده، كانت هناك في الحته دي. فقالوا له: ده هو هناك قاعد في المشروب، غرفه عاليه، يعني المشروبه تتقال في الحاجه اللي هي الغرفه اللي يطلع لها بايه، يعني تكون عاليه عن مستوى الارض شويه. قالت: هو في خزانته في المشربة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقى رباح خادم النبي قاعد على باب المشربة، علشان ما يأذنش لأي حد يدخل على النبي إلا لما يستأذن النبي. ف
فاذا انا برباح يسموها اذا ايه الفجائيه، يسموها اذا الفجائية، يعني كاني فوجئت ان جبت ايه، كان العاده ان النبي كان لا يتخذ بوابا يمنع الناس الدخول عليه، فكان هو فوجئ، هو كان رايح فاهم ان ايه هيلاقي النبي قاعد لوحده يدخل على طول، فلقى رباح قاعد، قال له ايه استنى ايه داخل ايه فين، يدخل يستاذن الاول، فاهم؟ ففوجئ يعني برباح، يسموها اذا الفجائيه. فاذا انا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على اسكفه المشربه مدل رجليه على نقير من خشب، هي المشروبه دي كان يطلعوا لها بدرجتين كده، وقاعد على اعلى الدرجه ومدلدل رجليه، واخد بالك؟ ده سيدنا ايه رباح، اسكفه يعني على عتبتها، يبقى الاسكفه يعني العتبه بتاعتها، قاعدا على اسكفه المشروبه مدل رجليه على نقير من خشب، عارف لما يبقى جذع منقور كده، من جذع النخل منقور وحاطين عليه درجتين سلم، ادي بقى نقير من خشب، يبقى هي ليها درجتين سلم كده معموله من جذوع نخل، هو قاعد على اعلاهم دلدل رجليه ومدي ايه علشان يبقى زي بواب يمنع اي حد يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، مدل رجليه على نقير من خشب وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر، يعني يطلع عليه ويصعد وينزل، فناديت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. أم سيدنا رباح بصت في الغرفة لأنه سيدنا رسول الله سمع صوت عمر، فبصت كده يمكن إيه رسول الله يقول له إيه خليه يدخل، فبصت في الغرفة كده، فالنبي ما شاورلوش حاجة، أم بصت تاني وما عملوش حاجة. ثم نظر إلي فلم يقل شيئا، ثم قلت يا رباح، أم سيدنا عمر إيه استأذن تاني، ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا، يعني نظر الرسول إليه فلم يقل، ثم رفعت صوتي تاني بقى، عايز يعني عشان النبي يسمع أكتر، ما هو الاستئذان ثلاث مرات ومن حقه يستأذن ثلاث مرات، هو بيستعمل حقه، ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، ليكون النبي جاي فاكرني أن أنا جاي عشان أصلحه على حفصة بنتي، يعني أنا مش جاي لمسألة خاصة، يعني والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقه، ورفعت صوتي فأومأ إلي أن ارقه، الظاهر النبي بقى شاور له، فإيه فقام إيه رباح قال لي اطلع بقى، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حجرته، يعني شوف ايه الاساس اللي فيها يعني، فاذا انا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا، شجر يدبغ به، شجر يدبغ به اسمه القرض، ومثلها يعني قبضة قرض اللي هو شجر يستخدم في دباغ الجلود يعني، في ناحية الغرفة، واذا أفيق معلق، يعني جلد لم يتم دبغه، الأفيق ده جلد لم يتم دبغه لسه، يعني معد إنه يدبغ، وإذا أفيق معلق، قال فابتدرت عيناي، فبكى سيدنا عمر، إزاي النبي وهو أعظم الخلق سيد الخلق حبيب الرحمن جالس في حجرة بهذه يعني الإيه بهذا بهذه الهيئة، حصير أثر على جنبي، قبضة شعير محطوطة في جنب، شوية قرز وجلد كده متعلق لسه ما اتدبغش، هو ده كل أساس الحجر، فصعب عليه الأمر، فبكى سيدنا عمر، فابتدرت عيناي، قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي،
وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. الكفار دول عايشين في القصور وانت دي رسول الله وصفوتك. فسيدنا عمر بكى من أجل هذا لهوان الدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهي الغضب، فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية، آية التخيير. والعجيب أن نزل برضو الآية في سورة التحريم برضو موافقة لكلام سيدنا عمر، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين اللي هو سيدنا أبو بكر وعمر والملائكة بعد ذلك ظهير. فقال له صالح المؤمنين اللي هو أبو بكر وعمر. وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول، يعني ما كنتش يتكلم إلا كلام صدق سيدنا عمر كده. ونزلت هذه الآية، آية التخيير، عسى ربه إن طلقكن. طبعا فيها اختصار لأن النبي مكث في هذه الغرفة المشروبة شهر، يبقى الآية فيها اختصار. بعد شهر نزلت الآية. ونزلت هذه الآية، آية التخيير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت يا رسول الله، كأن هذه الآيات نزلت بسببين، سبب طلب النفقة وسبب حادثة العسل أو ماري، فاجتمع السببان. وكانت الحسن اللي احنا قريناه امبارح، اكلت مغافير والكلام اللي احنا قلناه ده. وكانت عائشة بنت ابي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله اطلقتهن؟ قال لا. قلت يا رسول الله اني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، افانزل فاخبرهم انك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت، يعني أطمن الناس يعني. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه، يعني حتى انكشف أثر الغضب عن وجه النبي والحزن يعني، وحتى كشر فضحك. كشر يعني ابتسم، كشر مش كشرة، كشرة يعني إيه غير كشرة، كشرة يعني ابتسم، يعني زي إيه افتر، افتر يعني ابتسم، يبقى كشر وافتر يعني ابتسم. ولو زاد شوية يقول لك قهقه، يعني ضحك كده اسمه قهقه. ولو اكتر بقى يقول كركرة، اضحك كركر، واخد بالك؟ يبقى كركرة يعني ضحك قوي قوي بقى ورا بعضه بقى ورا بعضه بقى. يسميها المصريين اسم تاني غير كركر، يقول له ايه مسخسخ من الضحك. فهمت ازاي؟ ادي معناه. يبقى في كشره يعني ابتسمه، وقهقه يعني ايه بصوت، ضحك بصوت. واذا توالى الضحك يسموه كركره، والمصريين يقولوا سخسخه وكركره. فهمت؟ كل دي معاني في
يبقى هنا كشر. والنبي كان معظم ضحكه التبسم، وحتى كشر يعني تبسم وبدت أسنانه يعني، فضحك وكان من أحسن الناس ثغرا. النبي أول ما يضحك كده كأن الدنيا كلها ابتسمت خلاص. وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت، فنزلت أتشبث بالجذع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29، يبقى قعد 29 يوما في الغرفة. قال إن الشهر يكون 29، لأن النبي حلف ألا يقرب زوجاته 9 شهر، يبقى جابوها في الإله، حلف النبي ألا يقرب أزواجه شهرا، وعشان كده قال لك آلى من زوجاتي، يبقى إيه أقسم يعني. فلما حلف ألا يقربن شهرا دخل على ستنا عائشة، فإيه فقالت له بس ده 29 يا رسول الله، قال لها الشهر 29، الشهر ده كان 29، يبقى مش شرط الشهر تحمله 30، طالما بدأت من أول الشهر، لو طلع الشهر 29 يبقى تم شهر. إنما كنت في الغرفة 29، قال إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي، لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، بيطمن الناس بقى بأعلى صوتي. ونزلت هذه الآية، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولي الأمر منهم اللي هم مين؟ سيدنا عمر بقى. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لأن سيدنا عمر راح استنبط الأمر من النبي وإيه وأخبرهم يعني. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وأنزل الله عز وجل آية التخيير، وعنه به قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان يعني ابن بلال قال أخبرني يحيى قال أخبرني عبيد الله بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس يحدث قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا، لأنه باستمرار مشغول سيدنا عمر في خلافته، كل ما سيدنا عبد الله بن عباس يهمه يجي يسأله ليه مشغول في شغل تاني، فيهاب أنه يفتح معاه الموضوع ده، لأنه كان في خلافة سيدنا عمر كانت يعني إيه أمور كثيرة بتستجد. فانتظر في الحج، بيبقى فيه نوع من الهدوء بقى، فيستطيع ان هم قاعدين كده في منى في ايام التشريق بتاعه يقعد معاه يسأله. حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل الى الاراك لحاجة له عشان يستريح، فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معه فقلت يا امير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازواجه؟ فقال تلك حفصة وعائشة. قال فقلت له والله إن كنت لا أريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك، مراعاة يعني إيه لحالك. قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فسألني عنه. قال له لا، بعد كده اللي تؤجل، لو تعرف أن أنا أعرف حاجة اسألني عليها على طول. ما ظننت أن عندي من علم فسألني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك. قال وقال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. يعني كنا في الجاهلية لا نعير للنساء اهتمام، لما جاء الإسلام ونزلت الأحكام المتعلقة بالنساء بقوا لهم شأن يعني. إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال فبينما أنا في أمر أأتمره إذ قالت لامرأتي لو صنعت كذا وكذا، فقلت لها وما لك أنت ولما ها هنا وما تكلفك في أمر أريده. يعني مراته إيه بتعرض عليه حاجة، قال لها أنت مالك أنت وانت هتتدخلي كمان في شؤوني؟ فهمت؟ سيدنا عمر كان يعني شديد طبعه كده. فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، ردت عليه بقى،
ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت بنتك بتراجع النبي مش عايزنا أنا راجعك. فهمت إزاي؟ هو بقى سيدنا عمر ما كانش يعرف إن ستنا حفصة بتراجع النبي أصلا، ففوجئ بالحكاية دي. ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ قال عمر: فآخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة. فقلت لها: يا بنيته إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه، كلنا مش أنا بس يعني، الزوجات كلها، إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله؟ يا بنيته لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. على ستنا عائشة يعني، ما تقلديهاش يعني. طب ستنا عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم بيحبها شوية وهي أحلى منك، لا تتدلل، تيجي أنت تعملي زيها؟ فهم؟ لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها. كان في قرابة وطيدة بين سيدنا أم سلمة وسيدنا عمر. فكلمتها فقالت لي أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، حتى تدخل في كل حاجة حتى بيننا وبين، يعني حاجة أم سلمة شديدة برضو. عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال: فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجل. يعني إيه؟ زي ما تقول إيه، كششته بقى، قال أنا فعلا إيه اللي دخلني ده، إيه اللي وصلني أنا كده وأقعد أنا أتدخل وأسأل الزوجات وبتعملوا إيه مع النبي؟ ليها حق برضه. فكسرت إيه الدفعة بتاعته. فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد. فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا أتيه بالخبر. يعني كان إيه بيشتغل يوم سيدنا عمر وصاحبه من الأنصار ده يمكث مع النبي يسمع إيه وعظ النبي وأحاديث النبي، وبعدين يجي إيه يعكس صاحبه التاني يروح يشتغل ويخبره ما سمعه. سيدنا عمر يمكث يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر صاحبه ما حدث، يعني يتناوب الأخبار. وأدى دليل على إيه؟ على أن خبر الواحد ثقة، يعني كان ياخد منه العلم هو وهو من واحد، فيبقى خبر الواحد ثقة من أيام الصحابة. وإذا غاب كنت أنا أتيه بالخبر، ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا. يعني كان في إشاعة في المدينة إن في ملك من ملوك غسان بيعد جيش يجي يغزو المدينة في الفترة دي. فقد امتلأت صدورنا منه، فأتى صاحبي الأنصاري يدق الباب وقال: افتح افتح. فقلت: جاء الغساني الحرب يعني؟ هو سام إيه عايشين في الإيه في هذه المسألة. فجاء صاحبه بيدخل عليه بيقول له: افتح افتح بسرعة. فقلت: جاء الغساني؟ فقال: أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. يبقى شوف الأمر اللي يهم النبي عندهم أشد من حرب من العدو، ده دليل إيه محبة النبي العظيمة عندهم. قال له: غساني إيه وحرب إيه، ده النبي زعلان. شوف يعني إيه زعل النبي عندهم أشد من إنهم يحاربوا ويموتوا، ده يدلك على قد إيه كان يعني ذائبين في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة. ثم آخذ ثوبي فأخرج حتى جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له يرتقى إليها بعجلة، اللي هو النقير اللي احنا قلنا الدور اللي فات اللي هو الخشب، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة اللي هو رباح. فقلت: هذا عمر. فأذن لي. قال عمر: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله
قال له ده انا رحت لام سلمة قالت له انت هتتدخل بين النبي وبين ازواجه كمان؟ فبيحكي له يعني ام سلمة قالت له تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت راسه وسادة من ادم يعني جلد حشوها ليف وان عند رجليه قرضا مضبورا يعني القرض مضبور يعني مجموع كده كومة يعني وعند رأسه أهبا معلقة جلد قبل دبغه اللي هو أفيق اللي احنا قلناه فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه يعني في من نعيم الدنيا يعني وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت مع عمر حتى إذا كنا بمر الظهران وهم راجعين من الحج يعني وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال غير أنه قال قلت شأن المرأتين قال حفصة وأم سلمة وزاد فيه وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء وزاد أيضا وكان آلى منهن شهرا يعني أقسم ألا يخربن شهرا وكان آلى منهن شهرا فلما كان 29 نزل إليهن. ونقف عند هذا الحد نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غافل عن ذكره الغافلون.